موجز اخبار جديد ياتيكم باخر التطورات المحليه والدوليه من موقع صدى البلد، اهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه، وفي اطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقه والشقيقه في مختلف المحن والازمات، اقلعت طائره نقل عسكريه محمله باطنان من المساعدات الطبيه والدوائيه والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية، وذلك في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهما. أكد طارق شوقي وزير التعليم أن العام الدراسي سيبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، وأشار شوقي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العام الدراسي سيكون منتظم بحضور كامل وتسجيل للحضور والغياب، وأضاف أيضا أن الحضور وجوبي مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان. نقلت صحيفة الوئام السعودية عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تعرض طائرة إسعاف لحادث سقوط أثناء تأدية الواجب ووفاة طاقمها المكون من 4 أشخاص. وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنحو 750 مليون دولار، وذلك خلال أول 8 أشهر من العام الجاري. وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة لنحو 32 دولة خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري. نشرت هيئة الأرصاد الجوية صوراً من الأقمار الصناعية ترصد وجود السحب المنخفضة الممطرة، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الغربية للبلاد، وتحديداً فوق مدينة الأسكندرية ومطروح وسيدي عبد الرحمن وواحة سيوة وبعض مناطق من القاهرة الكبرى. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أنه من المتوقع اليوم السبت خلال طقس اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا. إلى هنا انتهى الموجز الإخباري. المزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.